السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موضوعنا هو الأدرينال هرمونز والهرمونز اللي تنفرز عندنا من الأدرينال جلاند. المحاضرة راح تتكون من شقين، شق نتكلم به على الجزء الأول من الكورتيكوستيرويدز اللي هو الجلوكوكورتيكويدز، والجزء الثاني اللي هو المينرالوكورتيكويدز. أول قسم راح نتكلم بيه مينلي على الكورتيزول. احنا الكورتيزول مو فد موضوع جديد علينا، تكلمنا بيه من حكينا على البيتيوتري والثيرويد، محاضرات البيتيوتري عن ثيرويد بالبدايه، وقلنا انه وايضا وي هنتد على بالمحاضره اللي فاتت من طلاب سالوا على شلون نفرق بين الكوشن سيندروم والاكتوبيك اي سي تي اتش producing سيلز. الكل يتذكر طبعا حكينا على الكورتيزول. الكورتيزول هو البرنسبل هيومن جلوكوكورتيكول. نورمالي بجسم الانسان هو البيك اوف الكورتيزول ريليز يكون عندنا ان ذا مورنينج، ايرلي ان ذا مورنينج، وبعدين يقل التركيز، بعدين يصير عندنا فد ليتل بيك بالافترنون، وبعدين مر اليوم as they go on نشوف النسبه مالته تقل. طبعا يعني as a side note، هذا الارتفاع بالكورتيزول بالearly mornings العلماء ربطوه وحدوث الهارت اتاكس. الهارت اتاكس عموما عند البيشنت اللي تصير عندهم من غير ما انه يكونوا مرون بحالة يعني ستريس أو other conditions، الماجوريتي اوف الهارت اتاكس تحصل عندنا early in the morning. فالعلماء ربطوا حدوث هذه الهارت اتاكس لإفراز الكورتيزول. طبعا this is very debatable و hasn't been general consensus about it، بس اكو دلالات انه ارتفاع الكورتيزول early in the morning الى علاقه بحدوث الهارت اتاك. طبعا مستوى الكورتيزول بالبلاد يتحكم ب الليفل اوف ستريس عند الانسان، وايضا ايش قد عندنا احنا ستيرويد هرمونز داخل السيركوليشن. شنو وظائف الكورتيزول؟ احنا ليش جسمنا اصلا يفرز الكورتيزول؟ الكورتيزول مهم جدا لتنظيم الميتابوليزم. طيب اي نوع من الميتابوليزم؟ انت دائما من تتكلم على الكورتيزول خلي ببالك حالات الستريس. انت من تتكلم على حالات الستريس انت تحتاج انرجي، بس يا نوع من الانرجي؟ الانرجي سهله الهضم وسهله التحويل الى طاقه، الى اي تي بي. منو احنا عندنا السمبلست oxidative substrate اللي ممكن احنا نحوله الى طاقه بسهوله؟ من يقدر يجاوب؟ الجلوكوز دكتور. عافيه ابو رقي. الجلوكوز هو ابسط substrate ممكن نحوله الى طاقه. اذا تتذكرون محاضره الانسولين من تكلمنا على انه شلون الانسولين يساعد لنا على الجلوكوز ابتيك، قلنا اول عمليه يمر بيها الجلوكوز بعد اخذه عن طريق الخلايا هي عمليه الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس هي تحدث حتى في ما تحتاج اكسجين، مو مثل الميتوكوندريال ميتابوليزم اللي يحتاج اكسجين حتى يصير. الجلايكوليسيس ممكن يصير بانيروبيك كونديشنز. هذا يحول لنا الجلوكوز الى بايروفيت. بهاي عمليه التحويل يفرز لنا او ينتج لنا اي تي بي. هاي طريقه سريعه وبسيطه لانتاج الاي تي بي اللي تحتاجه السيلز. فلهذا بحالات الستريس احنا الجسم يريد اي تي بي، يا اما حتى تو فايت او حتى ترسبونس للتروما او بليدنج او انفكشن، تمام؟ فيحتاج طاقه. عمل الكورتيزول فيفرز الجلوكونيوجينيسيس،
شنو الجلوكونيوجيسيس؟ هو تصنيع الجلوكوز عن طريق النون كاربوهيدرات مثل الامينو اسيد والفاتي اسيد. فالكورتيزول شو يسوي لنا؟ انكريز الامينو اسيد ابتيكس، الوحدات الرئيسيه لتكوين البروتينز هي الامينو اسيد، فراح يزيد لنا الابتيك اوف الامينو اسيد عن طريق الليفر والكدني، ويزيد لنا ايضا الاكتيفيتي اوف الجلوكونيوجينيك جلوكونيوجينيك انزيمز اللي هي تتحكم لنا بتحويل الامينو اسيد والفاتي اسيد الى جلوكوز. ايضا راح يسوي لنا ستيموليشن للبروتين كاتابوليزم، البروتين من يصير له كاتابوليزم يتحول الى جزيئات الرئيسيه اللي هي امينو اسيد، فهو will provide the building blocks to synthesize glucose. واضح هاي النقطة ولا؟ أكو أحد ما افتهم؟ طيب شنو الـ other actions of glucocorticoids أو الكورتيزول؟ increase the resistance to stress. شلون؟ مثل ما قلنا احنا الكورتيزول will increase الانرجي اكسبندتشر، وهذا راح يساعدنا to combat stress اللي هو يحصل by trauma by fat by fright by infection by bleeding or debilitating diseases مثل الكانسر. ايضا فشيء مهم جدا ووحدة من الاكشنز الرئيسية اللي بعدين راح نستفاد منها بالثيرابيوتيك يوزز للكورتيكوستيرويدز هو ألتر البلد سيل ليفلز ان البلازما. الكورتيكوستيرويد عموما تقلل لنا الانفلاماتوري سيلز مثل الايزوفيل البيزوفيل المونوسايت الليمفوسايت، هذه كلها الجلوكوكورتيكويدز راح يسوي لها ريديستريبيوشن من البلد ستريم توديها الى الليمفويد تيشو. ايضا شو تسوي لنا الجلوكوكورتيكويدز؟ تزيد لنا الهيموغلوبين الاريثروسايتس البليتليتس والبوليمورفو النيوكليار ليوكوسايتس. لو تلاحظون احنا من قلنا انه الجلوكوكورتيكويدز تساعدنا انه تو انهبيت الانفلاميشن، هذني كلهن الايزوفيل والليمفوسايتس والمونوسايت هذني كلهن they have a critical role to induce an inflammation. ليش بيزيد لنا الهيموغلوبين الاريثروسايت البليتليت والليكوسايت؟ هذين فيري امبورتنت من يكون عندنا انفكشن، من يكون عندنا هيموريج، من يكون عندنا تروما، من يكون عندنا كانسر، هذين جدا مهمات. فيسوي لنا هذا البالانس، يقلل الانفلاميشن بس ويل انكريز الامبورتنت اليمنت تو كومبات ستريس. وهذه احنا تكلمنا عليها هي الجلوكوكورتيكويدز they have an anti-inflammatory action، وهذا كلش مهمة بالثيرابيوتيك approaches اللي راح نحكي عليها بعدين. طبعاً result from a number of actions مو one actions بس mainly it lowers a circulating lymphocyte which is known to play a critical role بالinflammation as well as it inhibits the ability of the leukocyte والmicrophages to respond للميكروجينز اللي هي تحفز لنا الليوكوسايت والمايكروفاجز as well as الانتيجينز. طيب شنو الميكانيزم اوف اكشن؟ طبعا هاي ان شاء الله دكتوره اسماء راح تحكي لكم عن الميكانيزم اوف اكشن اوف الجلوكوكورتيكويدز اللي تجون تحشون على الانتي انفلاماتوري دروجز later on، بس بريفلي الجلوكوكورتيكويدز will decrease the production and release of the pro-inflammatory cytokines. وإحنا هسه ما شاء الله كنا حتى إذا ما داسين السيتوكينز من وراء الكوفيد 19 كنا سمعنا بالسيتوكينز وشون تزيد من يصير عندنا inflammation، وبعض الأشخاص قاموا يسموها العاصفة السيتوكينية ومشاكل ذلك. فأي believe إنه إحنا كنا يعني هنا سامعين بالسيتوكين. السيتوكين تلعب دور مهم to يعني control inflammation داخل الجسم. الجلوكوكورتيكويدز inhibits the phospholipase A2
which blocks the release of arachidonic acids from membrane bound phospholipids. هذا will decrease البروستاغلاندينز ان اللي يشتغل عليها الستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز. اجين دكتوره اسماء راح تحكي لكم عليها باسهاب هذا الموضوع. وايضا تمنع عنا او انهبت البرودكشن اوف الليكوترينز. وهي اكو ادويه يعني خاصه قسم معده يشتغل على بس البروستاغلاندينز او ادويه خاصه تشتغل على الليكوترينز. فهذا بالمحصله كلها راح يؤدينا الانتي انفلاماتوري اكشن اوف الجلوكوكورتيكويدز. ايضا الجلوكوكورتيكويدز تمنع لنا الانفلاميشن باي انهبيتنج الهيستامين. الهيستامين ريليز ويل تريجر الاكتيفيشن اوف الانفلاماتوري سيلز. الجلوكوكورتيكويدز ويل ستابلايز الماس سيل والبيزوفيل ممبرين. هذول هن ال راح تساعدنا على الانفلاميشن كنترول. بس دقيقه طلاب، دكتور اسماعيل يريد يتحدث وياكم. هسه بعث لي على الفايبر يريد يدخل للمحاضره. بس انتظروني ثواني، ابعث له رابط الكلاس. فهذه الطريقة هي اللي يقوم بها الجلوكوكورتيكويدز عن طريقها يكون الانهيبيشن اوف انفلاميشن. ايضا عندنا ذا افكت اوف جلوكوكورتيكويدز على الاذر سيستمز. هذا طبعا احنا تكلمنا عليه اكثر من مرة بحضارات سابقة، هو الافكت من احنا نزيد مستوى الكورتيزول بالجسم، شلون راح يكون عندنا نيجاتيف فيدباك على الانتيريور بيتيتوري جلاند والهايبوثالاموس، ويقلل لنا افراز الاي سي تي اتش برودكشن وانهبيت السنثيسيس اوف جلوكوكورتيكويد وثيرويد ستيمليتنج هرمونز. اكو حد يقدر يذكرنا شلون قلنا احنا اذا ننطي كورتيزول شنو الافكت مالته راح يكون على الانتيريور بيتيتوري جلاند؟ نيجاتيف فيدباك، يمنع تكوين الاي سي تي اتش. احسنت، بالضبط عبد الله. يكون عندنا الافكت انه يصير عندنا قله بافراز الاي سي تي اتش. لانه الانتيريور بيتيتوري جلاند تشوف انه احنا اوريدي عندنا زياده بالكورتيزول ليفل، فما تشوف اكو هنالك حاجه لانتاج الاي سي تي اتش حتى يحفز لنا الادرينال جلاند لافراز مور كورتيزول.
دكتور اسماعيل يحاول يدخل بس ما اعرف مدى لك مدى يشتغل بعد الايام مره اخرى. طيب عندنا النوع الاخر من الكورتيكوستيرويدز هو المينيرالو كورتيكويدز، هذاك يعني عندنا كان بس الكورتيزول كمثال عليه. هنا مثال على المينيرالو كورتيكويدز هو الالدوستيرون. إذا تذكرون بمحاضرات المانجمنت اوف هايبر تنشن والهارت فيلير، احنا تكلمنا على الايفكت اوف الالدوستيرون، وكان وحده من الدايريتكس تايب هو كان عندنا يشتغل على الالدوستيرون. فالالدوستيرون acts على الديستال تيوبيولز والcollecting ducts in the kidney causing the reabsorption of sodium والbicarbonate والwater. بنفس الوقت الالدوستيرون تسوي لنا release or decrease the reabsorption of البوتاسيوم along with البروتونز وتخليها تطلع ويا اليورين. الإفكت هذا اللي يسويه عندنا الألدوستيرون is triggered by the action of الألدوستيرون على specific receptor موجود عندنا بالdistal tubules والcollecting ducts اللي هو المينيرالوكورتيكويد receptors similar للي شفناه احنا ويا الكورتيزول. الكورتيزول أيضا يشتغل على الجلوكوكورتيكويد ريسبتورز اللي موجوده عندنا بالكدني، موجوده عندنا بالليفر، حتى يؤدي لنا الفارماكولوجيكال افكت لهذه الهرمونز. نيجي على الثيرابيوتيك يوزز اوف الكورتيكوستيرويدز. اول therapeutic use اللي احنا تكلمنا عليه مسبقا بمحاضرة البيتيوتري جلاند هو نستخدم الكورتيكوستيرويدز كريبليسمنت ثيرابي فور البرايمري ادينوكورتيكال انسفيشنسي او ما نسميه بالاديسون ديزيز. هذا يكون عندنا الديفكت ات ذا ليفل اوف الادرينال جلاند بالادرينال كورتكس. احنا يكون عندنا المسج تجي اللي هي الـ ACTH من الـ anterior pituitary gland بتوصل للـ adrenal cortex، بس الـ adrenal cortex is not responding لهاي المسج، ما يصير عندنا افراز للكورتيزول، فلهذا بيقل عندنا مستوى الكورتيزول داخل الجسم. الثيرابيوتيك ابروتش اللي احنا ممكن نستخدمه انه احنا وي سبلاي اكزوجينيوس سورس اوف الكورتيزول. الموست كومنلي يوز كورتيزول او كورتيكوستيرويدز في هذه الحالات، حالات الاديسون ديزيز، هو الهيدروكورتيزون. واتس انترستينج ابو الهيدروكورتيزون هو انه ات از ايدنتيكال للناتشرال cortisol, same structure, same activity. Therefore, احنا ما راح نعطي الكورتيزول، راح نعوض النقص الحاصل بمستوى الكورتيزول داخل الجسم. شلون نعطي؟ The most common used regimen لإعطاء الهيدروكورتيزول إنه احنا ثلثين بثلث. الثلثين الأولانية من الهيدروكورتيزول نعطيها in the morning، وال1 ثيرد ننطيها in the afternoon. من يقدر يقول لي احنا ليش ننطي الهيدروكورتيزون ثلثين بثلث، الثلث الاول in the morning والثلث الثاني in the afternoon؟ دكتور؟ نعم روعه. حتى نخليه يشبه الافراز الطبيعي، لان انت قلت بالطبيعي بالمورنينج يكون افرازه اكثر، لذلك يرتبط الهارت اتاك بالمورنينج اكثر، فاحنا ننطي ثلثين الصبح حتى يشبهها لما يكون عندنا طبيعي شبيه بالضبط بالضبط. عافية عليك.
فاطمة كنتي رافع ايدك عيني عندي السؤال لو تدي نجاوب؟ لا دكتور أنا بدي أجاوب. تمام زين تتفقين ويا رواه لو عندك؟ أي دكتور. تمام بالضبط بالضبط، هو هذا المين ريزن واي وي ار جيفن الكورتيكوستيرويدز 2/3 in the morning and 1/3 in the afternoon. ايضا هذا بالنسبه لعلاج النقص بمستوى الكورتيزون. احنا الادرينال جلاند يصير عندنا dysfunction بها حيقل عندنا الكورتيزول as well as المينرال كورتيكويدز مثل الالدوستيرون. حتى نعالج النقص اللي يصير بالكورتيزون ننطي الهيدروكورتيزون، بينما حتى نغطي النقص اللي يصير عندنا بالمينرال كورتيكويدز ننطي another drug اللي هو الفلودروكورتيزون. الفلودروكورتيزون هو potent synthetic mineral corticoid with some glucocorticoids activity. It's also necessary to supplement the mineral corticoids deficiency اللي صير عندنا بالprimary adrenocortical insufficiency بالأديسون ديزيز. أيضا عندنا أنواع أخرى اللي هي secondary with tertiary adrenocortical insufficiency. هاي تصير يا أما as a result of CRH اللي هي المسج اللي تجي عندنا من الهايبوثالاموس إلى الانتيريور بيتيوتري جلاند حتى يفرز عندنا الـ ACTH، أو يصير عندنا ديفكت بالسيجنال اللي تطلع عندنا من الانتيريور بيتيوتري جلاند إلى الأدرينال جلاند وحتى تحفز لنا الكورتيزون. علاج هاي الحالتين احنا most commonly use الهايدروكورتيزون لعلاج كلا الحالتين. أكو أي سؤال لحد الآن طلاب؟ دكتور إيه بس لسه قبل هذا السؤال اللي سألته. نعم. مع 2/3 of the early dose. تمام. ما فهمت الجواب ولا ما فهمت السؤال لو شنو؟ دكتور ما فهمت الجواب. ما فهمت الجواب. إحنا بداية المحاضرة قلنا إنه إفراز الجلوكوكورتيكويدز مثال عليها الكورتيزول داخل الجسم يكون دايوريال، يعني ينفرز في بداية اليوم، يكون البيك في بداية اليوم in the morning، يصير عندنا little peak in the afternoon but it fades out، يروح عندنا يبدأ ينزل التركيز بمرور اليوم إلى أنه ينزل المستويات قليلة بنهاية اليوم in the evening. فحتى احنا نمك او ننطي الكورتيزون الاكزوجينياس مثل الهيدروكورتيزون بطريقة مشابهة لطريقة افراز الكورتيزون داخل جسمنا، احنا ننطي 2/3 of the dose of الهيدروكورتيزون in the morning وننطي 1/3 in the afternoon. بهاي الطريقة مستوى الهيدروكورتيزون داخل الجسم حيكون مشابه إلى مستوى الكورتيزون الطبيعي اللي ينفرز داخل جسمنا. فإحنا بهاي الحالة we will achieve the best therapeutic result عن طريق إعطاء الهيدروكورتيزون بهاي الطريقة. واضح محمد؟ أوكي دكتور محمد. تمام؟ أكو أحد بعد ما افتهم الفكرة طلاب؟ أكو أحد عنده سؤال؟ طيب. أيضا الكورتيزون ممكن نستخدمه as a diagnostic tool في حالات الكوشن سيندروم. احنا مثل ما هسه عبد القادر يعني زميلكم تكلم قال احنا اذا ننطي
exogenous source of الكورتيزول مثل الهيدروكورتيزول او الديكساميثازون. المفروض اذا احنا الهايبوثالاموس anterior pituitary gland والادرينال gland access اللي هي يسموها ال HPA هذا الاكسس functioning normally, احنا اذا نعطي exogenous source of cortisol المفروض هذا will feed back لهذا الاكسس uninhibited. It will provide a negative feedback uninhibited. احنا مثل ما تكلمنا بالمحاضرات السابقة قلنا بحالات ال Cushing syndrome يكون عندنا زيادة بإنتاج الكورتيزول, وحكينا شلون نستخدم ال ACTH كتول, عفوا ال CRH شلون نستخدمه كتول to differentiate between ال Cushing syndrome that is due to impairment بالhypothalamus والanterior pituitary gland وبين حالات ارتفاع الكورتيزول because of the ectopic ACTH releasing cells. تمام؟ الكورتيزول ايضا ممكن احنا نكشف عن حالات الكوشن سيندروم باستخدام الكورتيزول. شلون؟ هنالك تيست يسمى بالديكساميثازون suppression test. تخيل وياي انه احنا عندنا healthy individual نعطيه dexamethasone which is a synthetic form of cortisol. اذا ال HPA access مالته functioning normally المفروض ال level of cortisol او ال level of ACTH بجسمه يقل لو يزيد. مين يقدر يجاوبنا؟ اي فاطمة. يقل دكتور. احسنتي. هاي اذا عندنا healthy individual. طيب اذا عندنا مريض بالكوشن سيندروم شنو اللي يصير عندنا؟ ما راح يقل, يعني ما راح ينطي نيجاتيف فيدباك. طيب مين يتفق ويا فاطمة ومين يختلف؟ اي دكتور حكي فاطمه صحيح, بحالة الهيلثي راح يقل افراز الكورتيزول, بحالة الكوشك سندروم ما راح يتاثر. وقية تتفق ويا فاطمه. محمد انت شو تقول دكتور؟ يزيد. زين الكوشك سندروم. زين ليش تعتقد يزيد؟ ساد دكتور لان ACTH ما راح يزيد. زين. من يتفق ويا فاطمة؟ من يتفق ويا محمد؟ دكتور وشنو اللي يزيد؟ أنا ما فهمت يعني شنو اللي يزيد. زين. أعيد. إحنا قلنا إذا إحنا عندنا normal individual, healthy individual, شخص بطبيعي ما عنده خلل بال HPA access. انطيناه جرعه من الديكساميثازون اللي هو كورتيزول. تمام, هذا الكورتيزول راح يسوي لنا نيجاتيف فيدباك ويثبط لنا افراز ال ACTH. هذا بالنورمال هيلثي انديفيدوال. عند الجماعه اللي عندهم كوشن سيندروم, واحنا حكينا اكثر من مره شنو الكوشن سيندروم, ايش تتوقعون مستوى ال ACTH؟ راح يزيد لو راح يقل؟ فاطمة تقول يقل, محمد يقول يزيد. انت شو تقولي النغم؟ شو تتوقعين يصير؟ هو احنا قلنا من الكوشنج سيندروم والكورتيزول هو اصلا يعني المستوى مالته يكون عالي, فاحنا لما نجي نعطي كورتيزون مره اخرى وهو بالبدايه اصلا راح يؤدي الى زياده الاي سي تي اتش, هو ايضا راح يؤدي الى زياده الاي سي تي اتش, حيسوي لنا زياده بالاي سي تي اتش. يعني تفكير يعني
حسب ما أفهم يعني حسب ما أفهم. تمام بعد ما يتفقوا يا محمد ترى ما راح يتأثر أكون نشوف الكورتيزون أفضل تحسس مالتها الكورتيزون زين يعني أنت طيب إحنا هسي عندنا فاطمة تقول راح يقل ومحمد يقول راح يزيد وعبد القادر يقول ما راح يتأثر راح يبقى مستوى الكورتيزول والاي سي تي اتش ثابت من يتفقوا يا عبد القادر دكتور هو الكورتيزول ده يزود لان احنا ننطيه من الاكسوجينس بس الاي سي تي اتش ما راح يزود لان هو البيتيوتري جلاند مدى التأثر فمستمرة بالرينج مالت الافراز مالتها من الاي سي تي اتش من يتفقوا يا عبد القادر من يتفقوا يا محمد من يتفقوا دكتور تزداد الكورتيزول لان هو الكوشنج سيندروم صار عنده نسبه الكورتيزول عاليه والكورتيزول تجي من الفيدباك مال الاي سي تي اتش احنا الكورتيزول نعطي اكسوجينس الاي سي تي اتش ايش راح يصير بيها هذا السؤال دكتور تزداد بالكوشنج سيندروم يعني التفقين ويا محمد هي تزداد نعم دكتور تزداد عزيزتي هي تزداد بالكوشنج سيندروم تمام بس احنا من راح الاكسوجينيوس الدكساميثازون اللي هو كورتيزول احنا ما راح ننطيل هذا البيشنت اللي عنده كوشن سيندروم الاي سي تي اتش المسج اللي تجي من الانتيرير بيتيوتري جلاند للادرينال جلاند ايش راح يصير بيها راح تزداد مثل ما يقول محمد راح تقل مثل ما تقول فاطمه او ما راح يصير بيها شيء مثل ما يقول عبد القادر دكتور هو لان نسبه الكورتيزول عاليه أنا غير مفروض هنا أنا بهالحالة أحاول أقللها. إحنا بنسوي diagnosis، إحنا بنسوي تشخيص. دريد نعرف هذا البيشنت عنده كوشن سيندروم لو ارتفاع الكورتيزول هو نتيجة لأشياء أخرى. إحنا من ننطي كورتيزول لهذا البيشنت إيش تتوقع يصير بالأي سي تي إتش إذا هذا البيشنت عنده كوشن سيندروم؟ تزداد. يعني انت تتفقين يا محمد اي نعم دكتور بعد منو عنده رأي ثاني عبد المهيم انت شو تقول دكتور مثل ما قال القادر دكتور يبقى نفس الشيء ما يتأثر بس بالنورمال ينزل طيب ابتهال قيس ابتهال قيس شكر غير ابتهال أبرار ثامر دكتور هو الدكساميثازون همينا اختبار مثل سي ار اتش يعني احنا بنعتبره حسنجي الوضحة نعم أبرار ثامر دلي عبود نعم دكتور أنت شو تقولين عيني أبرار دكتور أنا حسب ما فهمت أتقل أتقل يعني تتقل يا فاطمة نعم دكتور يعني. إسراء سعيد حبيب نعم دكتور أنت شو تقولين عيني دكتور أعتقد ما يتأثر لأن هي خلايا ورمية يعني تفرز uncontrol ما أعتقد تستجيب يعني مثل ما قال عبد القادر نعم دكتور طيب هو الحل الصحيح هو انه ما راح يصير عندنا تاثير على الاي سي تي اتش السبب انه هذا الكوشن سيندروم احنا ما نتكلم عن الاكتوبيك اي سي تي اتش برودوسينج سيلز اللي تكلمنا عليها مسبقا محاضره البيتيوتري عليكم تفرقون بين هذا الشيء احنا هذا البيشنت هو عنده كوشن سيندروم معناته الكوشن سيندروم انه هو عنده خلل في الانتيريور بيتيوتري جلاند الانتيريور بيتيوتري جلاند بدها تشوف الزياده اللي بدها تصير بمستوى الكورتيزول بالجسم نتيجه لهذا بدها تستمر بافراز الاي سي تي اتش وهذا الاي سي تي اتش بده يروح لل أدرينال جلاند بيزيد لنا إنتاج الكورتيزول فإحنا من درجي وننطي كورتيزول إضافي ما راح يفرق فتشي
هو أصلاً الـ anterior pituitary gland ماذا تشوف الزيادات الحاصلة بالكورتيزول؟ زيادتها عن طريق أعطاء الديكساميثازون ما راح يغير في شيء، فإذا ما راح نشوف هنالك تغيير بمستوى الـ ACTH، لا راح يزيد ولا راح يقل. مفهومة هاي النقطة طلاب؟ لو أحد عنده سؤال. واضحة للجميع؟ لو أكو واحد ما افتهم النقطة. فهذا استخدام الـ dexamethasone suppression test حتى تدايجنوس الكوشن سندروم. أيضا نستخدم الـ corticosteroids as a replacement therapy for congenital adrenal hyperplasia أو ما يطلق عليه الـ CAH. CAH is a group of diseases resulting from an enzyme defect in the synthesis of one or more adrenal steroid hormones. فلعلاج هذا القلة بالسينثيسيس احنا we give corticosteroids as replacement therapy and that will result in suppression of CRH والACTH. طبعا زيادة CRH تنسج من الهايبوثالامس للانتيريور بيتيوتري جلاند والACTH من الانتيريور بيتيوتري جلاند للادرينال جلاند الأدرينال جلاند زيادة هاي المسج ممكن أيضا يزيد لنا الأدرينال أدروجينز. إحنا قلنا الأدرينال جلاند مو بس تفرز لنا الكورتيزون، هنالك بعض الأدروجينز تنفرز عن طريق الأدرينال جلاند. زيادة ال CRH وال ACTH mainly will increase هاي الأدروجينز. من نطيحنا الكورتيكوستيرويد راح تقل هاي المسج، وبالتالي راح يقل عندنا الزيادات اللي يشوفها بالأدرينال أدرينالية مو طبيعية. أيضا واحدة من الأكثر استعمالات الكورتيكوستيرويد هي الانفلاماتوري سيمبتومز مثل الروماتويد أرثرايتس والانفلاماتوري سكين كونديشن مثل الريدنس السوالينج الهيت التندرنس اللي تكون نتيجة الانفلاميشن. لهذا تشوفون جماعة الأرثرايتس يعني ذولا يكون يعني المدة طويلة على الكورتيكوستيرويدز. طبعا الكورتيكوستيرويدز أيضا نستخدمها لعلاج الأسمة. الاستخدام الكورتيكوستيرويد ما تعطينا السيمبتومز غريب. شايفين أبو الأسمة من مرات يختنق، أكو عنده دائما بخاخ بجيبه ياخذه. هذا لا، هذا الـ يكون السالبيوتامول. هذا will cause a relief, quick relief of the symptoms. الأسمة big part of الـ pathology مالت الأسمة هي due to inflammation. لهذا for long term management of الأسمة ننطي احنا الكورتيكوستيرويدز. أيضا نستخدمها بالباول ديزيز، بالإنفلاماتوري باول ديزيز، different forms of الإنفلاماتوري باول ديزيز. علاج الألرجيز تشوفون أنواع الحساسية، حساسية من الجو، حساسية من الطعام، حساسية من الأدوية. دائما إحنا الكورتيكوستيرويد هي one of the first choices اللي إحنا نلجأ لها. دكتور. نعم. شلون بالأسمة؟ طيب الأسمة مثل ما قلنا big part of the pathogenesis of the asthma يكون عندنا inflammation. إحنا تكون ال lungs هي very sensitive. السنسيتيفيتي هاي جاية عن طريق كل ال lymphocytes والإيزونوفيلز اللي
والانفلتر للأسمة. طبعا راح نجي نحكي عليها بتفاصيل أكثر من نتكلم على respiratory diseases، بس باختصار علاج الأسمة يتكون جزء كبير من عنده أنه أعطاء الكورتيكوستيرويد. هاي الكورتيكوستيرويد راح تضبط لنا الانفلاميشن ليفل داخل اللانس، فتقلل التحسس اللي يصير عندنا بتغيير الجو، بالتراب من يصير عندنا بالجو، الالرجنز اللي تصير مرات من الشخص يروح المناطق زراعية، هاي كلها راح تقلل حساسية اللنج لهذه الأشياء، راح تقل باستمرار مع أخذ الكورتيكوستيرويدز. واضحيني؟ تمام دكتور. وهاي إن شاء الله راح نجي نحكي عليها بإسهاب موضوع respiratory diseases الأسمة والCOPD. أيضا عندنا استخدام آخر للكورتيكوستيرويد هو respiratory distress syndrome which is a problem for premature infants. احنا حالات البريماتشور ديليفري مو دائما تصير all of a sudden we have to deliver the baby. اكو حالات احنا ممكن يعني ننتظر ايام قليله قبل ما نسوي السيزيريان اكستراكشن او وي انديوس الليبر. اذا احنا عندنا بريماتشور انفنت احنا ننطي الديكساميثازون او البيتاميثازون، البيتاميثازون ننطيها 48 اورز proceeding premature delivery. هذا will accelerate the lung maturation in the infant. The real mechanism how that works is not very clear, بس احنا اللي نعرف انه الكورتيكوستيرويد will enhance the maturation of the lungs in those premature infants. طبعا الادفيرس افكتس مال الكورتيكوستيرويد حدث ولا حرج، الديكريز الجروث بالتشيلدرن، الاوستيوبوروسيس هو ون اوف ذا موست كومن سايد افكتس سبيشلي بالبيشنتس اللي ياخذوها لفترات طويله، انكريز الابيتايت نشوفه يقوم المريض يصير عنده شراهه بالاكل، emotional disturbance, euphoria, بعدين followed by depression. فمشوا مشوا ساعة يضحك، ساعة تشوفه مدبرس، هايبوكاليميا قلنا يطلع عندنا الكالسيوم ويا البروتون باليورين، يزيد الريسك اوف ديابيتس. وهذا طبعا مشكله حاليا مع زياد حالات الديابيتس اللي احنا نشوفها مينلي تايب 2 مثل ما تكلمنا بمحاضره الديابيتس، الجلوكوما، الاريجولاريتي بالديستريبيوشن اوف فات اكروس ذا بودي، ايضا يزيد لنا حالات الهايبرتنشن. فهاي كلها تشوفوها يعني فد ريال ريسك فور كونتينيوينج اون الكورتيكوستيرويد. المانجمنت مالته شلون؟ احنا مرات يجب اعطاء الكورتيكوستيرويد، ما عندنا بديل عنها، نحاول انه نوقفها بالحالات اللي نقدر نستعوض عنها بادويه اخرى او نستبدلها بادويه اخرى. بس حالات فور اكزامبل الاسمه، اسمه ما لها علاج حقيقي، we are just controlling the sign with symptoms. It's a chronic disease. تمام؟ فهاي ما نقدر نحلها. يبقى شنو؟ يبقى احنا we minimize the dose as much as we can. As far as the patient status is stable. هاي الأشياء اللي ممكن احنا لحد الآن نسويها. Other than that, patients يستمرون طول حياتهم يأخذون الكورتيكوستيرويدز. طيب. إحنا lucky enough وقدرنا إنه خلاص we manage إذا مثلاً كانت allergy لفترة معينة أو inflammatory disease لفترة معينة وتم السيطرة على الحالة، وبعد ما نقدر بعد ما نحتاج نستخدم الكورتيكوستيرويدز. شلون نوقفها؟ ما يصير نوقفها all of a sudden مثل ما شفنا بعدة كلاسز تكلمنا عليها مثل البيتا بلوكر، we can't stop it all of a sudden. كل ال SSRIs، ال NSRIs، هذين كلهم حكينا عليهم بالCNS، هذين كلهم we can't stop them all of a sudden، لأن مباشرة تصير عندنا مشاكل. حالات الكورتيكوستيرويدز المشاكل ممكن تكون fatal.
ليش؟ لأنه مباشرة ممكن ننتقل إلى acute adrenal insufficiency وهاي ممكن تكون fatal. لهذا إحنا gradually tapering the dose، نقلل بعدين نقلل الفريكوينسي مالته، يقوم ياخذ بين يوم ويوم، بعدين كل يومين بتقليل الدوز إلى أنه يقطع تدريجيا. هاي كل ما يتعلق بالعلاج بالكورتيكوستيرويدز وكيف نوقفها. أكو حالات إحنا تكون عندنا زيادة بالبايوسينثيسيس of الكورتيكوستيرويدز. زين هاي شلون نتعامل وياها؟ عندنا 3 drugs only. أول واحد الكيتوكانازول. الكيتوكانازول هو أنتي فانجل، وراح داخله راح أعطيك مياه إن شاء الله دكتورة أسماء later on. هو أنتي فانجل agent that strongly inhibit all the gonadal والأدرينال ستيرويد هرمون synthesis. يعني ما يشتغل at the level of the receptors، لا يروح بالأدرينال gland وانهبت الستيرويد هرمون synthesis. هذا أول واحد. ثاني واحد عند السبارونولاكتون. وين شفنا السبارونولاكتون قبل؟ من يقدر يجاوب؟ شفنا مكانين السبارونولاكتون. دايريتكس دكتور. أحسنت. واحد بعلاج شنو انها؟ بعلاج هايبرتنشن. شنو هو؟ هايبرتنشن. وبعد وين استخدمنا الدايريتكس احنا همين؟ بالهارت فيلر. عافية إسراء، بارك الله بكم. بالضبط استخدمناه بالهايبرتنشن واستخدمناه بالهارت فيلر. السبارونولاكتون أيضا كومبيت ويا المينيرالكورتيكولز على المينيرالكورتيكولز ريسبتر وانهبت الصوديوم ري أبزوربشن إن ذا كيدني. أيضا أنتاغونايز الألدوستيرون والتستوستيرون. معناته يشتغل عندنا على the level of the kidney على المينرال كورتيكول ريسبتر وأيضا أنتاغونايز الألدوستيرون والتستوستيرون synthesis. مثل ما قلنا نستخدم بالهايبر ألدوستيرونيزم بنزيد عندنا الألدوستيرون وهو ستاندر ثيرابي بحالات الهارت فيليا with reduced ejection fractions. هذا الموضوع أعتقد أنا شرحت لكم إياه دكتورة أسماء ما أتذكر. بس قلنا بالسبارونولاكتون أكو فد يعني specific use للسبارونولاكتون إنه يقللنا الأدفيرس ريمودلينج بحالات الهارت فيلير. مو موضوعنا اليوم بس للتفكير. الدول الأخيرة اللي عندنا بعلاج حالات زيادة الكورتيكوستيرويدز هي الأبليرينول. هو أيضا تكلمنا عليه بحالات الهارت فيلير وبين بايز للمينرال كورتيكويدز ريسبتورز وانتاغونايز الألدوستيرون أكشن. This specificity avoid the side effect اللي تصير عندنا بالسبارونولاكتون اللي هي الجاينيكوماستيا. يكون عندنا increase in the growth of breast gland cells أو tissue. يكون عندنا زيادة بحجم البريست جلاند تيشو من نستخدم السبارونولاكتون. ما عندنا هاي المشكلة من نستخدم الأبليرينول. أيضا قلنا هو approved لعلاج الهايبرتنشن والهارت فيلير with reduced ejection fraction. هذا كل ما يتعلق بالأدرينال هرمونز تكلمنا عليها اليوم. وإذا عندكم أي سؤال تفضلوا اسألوا.